كابتن إيهاب جلال حدد مراكز معينه في خط الدفاع وفي خط الوسط كصانع العاب، وموضوع الشيخ مكورو ان شاء الله خلال الايام هيتم حله. احنا دفعنا 30,000 دولار للنادي ودفعنا 6,000 فرانك للمحكمه الرياضيه الدوليه، ومنوع جماهير النادي المصري ان شاء الله اللي احنا هنجيب صفقات تقدر تغطي نقاط الضعف اللي موجوده عندنا الباينه للجميع وخصوصا في خط الدفاع. في عروض كتير بتتقدم للعيبه كتير عندنا، يعني زي ما انت قلت كده وادي اسن اموتو، كريم العراقي، حسن علي، كل دول، بس دول هم مستقبل النادي المصري ودول اللي احنا نقدر نكمل بيهم. احنا عندنا 3 بطولات، ما بنشاركش في بطوله واحده، فلازم يبقى عندك باك اب كبير، سكواد كويس تقدر تلعب بيه في ال3 بطولات. يمكن الفار طبعا هيحل مشكله كبيره لجميع الانديه، هي الاخطاء التحكيميه على الكل، ودي حاجه يعني متعودين عليها في الكوره. بالنسبه لعوده الجماهير، طبعا احنا بنطالب عوده الجماهير، احنا نادي جماهيري اساسه واعتماده الرئيسي والحافز الكبير لينا هو جماهيرنا، فان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنحاول. يمكن انا شايف ان مديريه امن القاهره ابتدت ترحب لانديه القاهره اللي هتلعب بجماهير في 3,000 متفرج. هنطالب احنا كمان احنا في السويس ان شاء الله باذن الله نحاول نزود عدد جماهيرنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. الكونفدراليه ليها شغل خاص، انت يهمك دلوقتي في انك انت توصل دوري المجموعات، واحنا وصلنا الحمد لله، يهمنا دلوقتي ان احنا نطلع اول وتاني، نطلع ان شاء الله اول باذن الله عشان نقدر نلعب ونقدر نوصل لدور الثمانيه. لكن هتيجي ازاي ديت ان شاء الله باذن الله في ماتش بيراميدز اللي احنا خسرنا الماتش الاولاني، ان شاء الله الماتش الثاني باذن الله نقدر نعوض ونمشي بشكل كويس باذن الله. وفي الاول وفي الاخر احنا عايزين نوصل، والوصول ده لوحده ده هدف بالنسبه لنا. بعد كده هتشوف الادوار اللي بعد كده ان شاء الله نلعب بطرق مختلفه ان شاء الله وبشكل مختلف، يا رب يكون معانا التوفيق ان شاء الله ونوصل للادوار النهائيه باذن الله. مش سهل جدا انت هتجيب لعيب يدخل جوه فرقه يبقى عايز يشتغل بالشكل اللي انت عايزه، يبقى عايز يبقى يدخل جوه الفرقه على طول ويشتغل، لانه هيقيد في الكونفدراليه وهيقيد في الدوري، فلازم يبقى جاي عارف احنا بنشتغل ازاي واحنا نفسنا عارفين هو بيشتغل ازاي عشان ما ياخدش معانا وقت طويل. يا رب ان شاء الله الموضوع يتحل ان شاء الله، وهو في خلال يومين ان شاء الله يتحل، وباذن الله نقدر ندعم بشكل مميز باذن الله. بالنسبه طبعا طريقه الكابتن ايهاب يعني ماشيه مع لعبي شويه، دايما بحاول اتطور معاه وهو دايما بيحاول يديني تعليمات، انا بحاول انفذها على قد ما اقدر، عشان كده الحمد لله رب العالمين يعني الموسم دوت المعدل التهديفي بتاعي اعلى شويه من السنين اللي فاتت، والحمد لله يعني خصوصا ان احنا بنشارك في 3 بطولات، فضغط ماتشات كبير جدا. دايما الكابتن ايهاب ده اسلوبه ان مش عايز يحسس اي حد من اللعيبه اللي هو ملوش دور، مش عايز يحسس اي حد من اللعيبه ان هو معتمد على 11 لعيب بس، لكن بالعكس هو بيعتمد على الناس كلها. ويمكن انا كنت اساسي في ماتش الجيش، الماتش اللي بعده قاعد احتياطي، كل الناس بتلعب، وحتى اهم حاجه في كل ده ان اي حد لما بيلعب بيدي نفس الكفاءه ونفس الاداء الرجولي اللي اللعيبه بتعمله، والحمد لله قدرنا نحصد دايما يعني بنقدر نحصد 3 نقاط ان شاء الله. الواحد يعني بيحاول يطلع كل حاجه عنده، بيحاول يساعد الفرقه على قد ما يقدر. انت عارف طريقه لعب الكابتن ايهاب ليها يعني شغل معين، الحمد لله الواحد بيشتغل عليه الفتره دي كويس، والحمد لله الفضل يرجع طبعا للكابتن مصطفى اللي هو بيحاول كل مره يعني كل فتره يطور من الواحد، يعني الحمد لله ليه فضل كبير عليا انا وزمايلي الحراس. طبعا الواحد بيسعى لحته كبيره ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كبيره لجمهور النادي المصري والنادي المصري، ان احنا ان شاء الله بنحاول ان شاء الله السنه ان احنا نعمل ان احنا ناخد بطوله ان شاء الله السنه دي باذن الله، وده هدفنا باذن الله. النادي المصري نادي كبير بيلعب في 3 بطولات مختلفه، بيلعب في افريقيا كل سنه موجود في المربع الذهبي، فبالنسبه لنا ايه برضه هنا موضوع يعني المصري مش اقل من احتراف يعني بالنسبه لي، فكنت عايز اشتغل هنا اكتر وهبان وهيجي لي عروض اكيد اكتر احسن يعني ان شاء الله. وطبعا النادي المصري بقى له اكتر من 4 سنين بيلعب افريقيا كل سنه موجود في المربع الذهبي، فاكيد السنه دي محتاجين ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله. اكيد طبعا معانا لعبه كلها كبيره ومعانا مدرب احسن مدرب في مصر ومع الاداره موفره كل حاجه، فاكيد طبعا يعني الجو مهالك انت تاخد بطوله، ما يعني السنه دي كمان مختلفه ان انت موجود يعني انت دعمت بلعيبه كبيره، وطبعا كان موجود لعيبه قبل كده كبيره مع كابتن ايهاب، لا قادرين ان شاء الله.